وقد واجه في سبيل مشروعه صعابا ومعقبات جما، لكنه اتصل بإرادته وقوة وعيه على كل التحديات. تحية تقدير وامتنان لأجيال من الرواد الكبار الذين جعلوا العالم كله ينظر إلى مصر باعتبارها وطنا كبيرا خلاقا ومبدعا، من قبيل الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين ودكتور محمد حسين هيكل ولطفي السيد ومنصور فهمي وغيرهم كثيرون. لا يفوتني ان اقدم كل الشكر والتقدير للاصدقاء والزملاء الذين عملوا كل جهد في سبيل اقامه هذا المؤتمر، الاستاذ احمد عبد المعطي حجازي والدكتور سعيد توفيق والدكتور عبد الناصر حسن والدكتور احمد بلال والاستاذ سعد عبد الرحمن. عاشت مصر مبدعه رائده كبيره عصيه على الانكسار. نحن لا نتبادل التهاني، ولكن حقيقه الجهد الاكثر للاستاذ حجازي وللجنه المعاونه. نحن نشكر الزملاء الذين اشار اليهم الدكتور صابر عرب هم الدكتور مجاهد وسعد عثمان والدكتور عبد الناصر، لانهم في الحقيقه يسهمون على هامش هذا المؤتمر بمعرض للجدد من إصداراته. شكرا لحضراتكم، وأعذروني افتقدتكم في الفجر من شرم الشيخ في فريق الثقافة، لكن معكم.